أطلقت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وجبة جديدة للمقترضين العاطلين عن عمل ضمن صندوق الإقراض. الوجبة رقمها هي 28. ندعو الذين ظهرت أسماءهم لمراجعة قسم عملنا والاتحادي والكائن في حي الشرطة لغرض ترويج معاملة القرض. كذلك المواطن اللي يحب أن يستفسر عن اسمه لا يتعنى ويأتي للدائرة، بإمكانه الدخول على موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، يدخل على الخانة الفائزين بالقروض، يدخل على محافظة نينوى الوجبة 28، راح يرى الأسماء كلها موجودة داخل موقع الوزارة، وبالتالي إذا كان اسمه فائز يجي يعني يأتي للدائرة ويروج المعاملة. هناك مستمسكات مطلوبة، أتمنى من قناتكم أن تنشر هذه المستمسكات، هي المستمسكات الرسمية الثبوتية للشخص المعني، كذلك المستمسكات الرسمية الثبوتية للكفيل مع كتاب تأييد من دائرة الكفيل يثبت بينه مقدار الراتب اللي تقاضانه وسنوات الخدمة، وعبارة جدا مهمة هي زود بهذا التأييد لغرض كفالة المقترض الفلاني. هاي إجراءات إدارية يجب أن يعني تأخذ مجراها، وبالتالي روج المعاملة، وإحنا بالتالي راح نأخذ الإجراءات ونكمل المعاملة ونرفع البغداد لغرض إصدار الصكوك الخاصة بالمقترضين.